اذا يبقى هذا الحال يعني على الوضع، لا رايحين الفن الخط العربي للهاويه اذا يبقى على هذا الوضع، اذا ما ماكو عين عليه يعني ماكو اهتمام به. من كنت صغير كنت اقعد يم والدي الحقيقه، فاشوفه يعني يخط بالحروف، يخط كلمات، يخط كذا، فحبيت هاي المهنه يعني حاولت انه اقلد، يعني كل ما مثلا يقوم من مكانه انا اقعد بمكانه، احاول استخدم. صح كانت الاقلام شويه صعبه علي، فكنت استخدم الوان الماجيك اللي مخطوطه يعني قطه الخط. اكو ناس مثلا هملت هذا الوضع، راحت الغير جهه الغير وظيفه، قالت انه انا هذا ما راح اكل من عنده مثلا قوت يومي، فراح اتجه لغير جهه معينه. انا هنا الحقيقه لازم ابقى على هذا الشيء، انه ماديا يعني انه مثلا انا مفتقر الها، او معنويا او كذا، ليش حتى استمر باسم والدي؟ حتى لازم احمل اسم والدي. إذا يبقى هذا الحال يعني على الوضع، لا رايحين الفن الخط العربي للهاوية. إذا يبقى على هذا الوضع، إذا ماكو عين عليه يعني ماكو اهتمام به من ناحية المسؤولين والناس المعنية بشيء، لا أنا أقول لك يعني يروح كمنظمة كفن عالمي كفن إسلامي يروح للهاوية. سويت 100 بسملة بالخط السنبولي، ماكو بسملة تشبه الثانية، 100 بسملة أخذت عليها شهادة الدكتوراه الفخرية من ألمانيا.